السلام عليكم ورحمة الله، معكم علي لقناة مغربي وان. حنا الآن في سلا، طريق مسمى طريق مكناس. هذا الطريق إن شاء الله غادي تعرف إنشاء ثلاثة أنفاق أو ممرات تحت أرضية دفعة واحدة. يوا جينا نتعرفوا لأين وصلت إلى الأشغال، بقاو معنا. Thank you.
Thank you.
اذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو. كاينه تما واحد اللوحه اعلانيه كتقول ان هنا غادي يكون اربع ممرات تحت ارضيه وليس ثلاثه. الممر الرابع غادي يكون في تقاطع هذا الطريق مع طريق العرجات. اذا فهناك اربع ممرات وليس ثلاثه ستنجدد فعلا واحده على هذه الطريق. نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، ونتمنى انكم ديما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمه الله.